بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما وصل الحال اللي شفناه كلنا ان اخت لينا او بنت لينا تضرب بهذا الشكل الهمجي وبشكل حقير اللي شفناه كلنا واللي شافه العالم كله ومنع عربية الاسعاف انها تنقلها للمستشفى، وبعد ما اتضرب واتهان مدير نيابة رشيد واتنين من زمايله وكلاء النيابة اللي رايحين اساسا عشان يحققوا في بلاغ ناس محتجزين بدون وجه حق، للاسف الشديد السيد النائب العام خدش اي قرار يرجع للنيابة ورجال القضاء هيبتهم، رجال القضاء والنيابة اللي هم الملاذ الاخير لينا وللشعب المصري كله. وطبعا الموضوع زي ما انتم عارفين اتضرب واتمنع يتنشر عنه اي حاجة بتعليمات، مبقاش حد عارف يبلغ مين ويقول لمين الحق. وصلنا الموقف مضطرين فيه ان احنا ندافع عن نفسنا وندافع عن سلامتنا وعن حياتنا، وبالتالي ما تركوش لينا اي خيار غير المقاومة الشعبية السلمية لفساد هذا النظام وفساد المنحرفين من جهاز الشرطة اللي غاسوا في الارض فسادا وابتدوا يعملوا اشياء غير متصورة وغير مقبولة، محدش مصدق اللي بين يحصل فيه اللي احنا شفناه بهذا الشكل الحقير. بأكد ان المقاومة هي مقاومة شعبية وبأسلوب سلمي وبدون اي عنف، وهو ده اول بداية التغيير. الدفاع عن النفس اصبح ضرورة لازمة، لان دلوقتي ما ينفعش ان انا الاقي حد جاي يضربني يقتلني او هيأذي زميلي او بيأذي شاب نازل ينادي انه يغير الوضع اللي احنا عايشين فيه الزفت ده واسيبه واقف اتفرج عليه. ما اشوفش ضابط بيمسك بنت يضربها ويهنها ويشتمها واقف اتفرج عليه. ما نقولش نضربه، نقول نحوش بس عنها ونقف ونتلم، نقول له انت بتعمل كده ليه؟ ليك اللي انت بتعمله ده؟ عندك اجراء قانوني خده واحنا نساعدك عليه، ما عندكش اجراء قانوني ما تمدش ايدك على مخلوق لان ده مش من حقك. محدش يخاف، وده مش خروج على القانون. الشرطه تقدر تضرب واحد، اثنين، عشر، عشرين، خمسين، لكن عمرها ما تقدر تضرب شعب كامل. مستحيل الشرطه تقدر تضرب 80 مليون. فاحنا لو متفرطين، لو مش متجمعين، هيضربونا واحد ورا الثاني. هيكون مصيرنا زي مصير خالد او مصير سميه او غيرهم او غيرهم من اللي اتقتلوا او اتهانوا او اتضربوا ومحدش سقف. اصبح ان احنا نقف جنب بعض النهارده ونحمي بعض ضروره لحمايتنا. اللي فاكر ان هو بعيد بيقول لك انا عايز امشي جوه الحيط علشان ما يحصليش مشاكل، لان في الحقيقه هو جاي عليه. اللي هيسكت على خالد سعيد، هيسكت على سميه، اللي هيسكت على الاهانه والضرب والبهدله، الدور جاي عليه. انت النهارده لما بتدافع عن حق بنت زي سميه ما بتدافعش عن سميه عشان خاطرها وبس، لا، انت بتدافع عن اختك، بتدافع عن بنتك، دافع عن امك، دافع عن شرفك، دافع عن كرامتك، وده حق يدهولك القانون. الشرطه ما عندهاش سلطات كده مطلقه تعمل اللي هي عايزاه. الشرطه ليها حدود، والحدود دي ان الناس هي اللي تتصدر. طالما النيابه بقت تتشتم وتتضرب وتتهان ويقول لهم اضربوهم بالنار، السيد النائب العام ما خدش حاجه، الموضوع اتقفل عليه، يقول لك الضابط هربان. في حاجه اسمها ضابط امن دوله هربان؟ احنا عايشين فين؟ ولا لمبوك؟ يعني مش عارف احنا عايشين فين. مصيبه يعني ان ضابط في جهاز امن الدوله في مصر هربان. يعني الكلام طبعا ما يدخلش على عين صغير. بقول للاخ
خسارة في كلمة أخ طبعا، لأنه عار، عار على جهاز الشرطة بكامله إنه يكون فيها ضابط زي أستاذ نقيب، مش عارف أسميه، لأنه الشغل التصرف العمل ده تصرف لا إنسان، مش إنسان، مش راجل، لأن مش هي دي الرجولة، مش هي دي الشهادة، مش هي دي البطولة، مش هو ده الشغل، مش هو ده الواجب. العمل ده شيء حقير، شيء بشع، شيء لوث سمعة الشرطة كلها في نظر العالم كله. بقول لك يا أخ عمرو، صار في كلمة أخ، حسابك جاي، بأكد لك حسابك جاي، ستسطر عليك النظام دلوقتي، بأكد لك يا أخ عمرو، إن شاء الله هتتقدم للمحكمة، هتاخد حسابك ثالث وثالث، أنت واللي زيك. وعمر ضباط الشرطة ما كانوا راضيين أبدا على تصرف حقير زي ده، لأن جهاز الشرطة جهاز عظيم ومحترم وهيفضل محترم بس لما يتنظف من زيك. بقول لكل الشباب مفيش داعي أبدا للخوف. التغيير مش جاي كده، مش هيجي لوحده، محدش معاه عصاية سحرية هيغير. أنتوا العصاية السحرية اللي هتغيروا. متخافش، محدش هيقدر يضربك، محدش هيقدر يأذيك. الطبنجات اللي انت شايفها في جناب الضباط دي مفيش مخلوق فيهم هيقدر يمد ايده على طبنجة يستخدمها ضدك، لانه عارف هيكون مصيره ايه. لو فكر انه يأذي اي شاب في اي مظاهرة هيكون مصيره اسود، الى جانب هيكون حط بايده نهاية هذا النظام بشكل مأساوي. لسه الناس عندها امل كبير في ضباطها. وعمر واحد زي عمر او غير عمر انه هيلوث جهاز الشرطه، ده شخص مريض، شخص عيان، شخص ضعيف، لكن في كتير قوي من ضباط الشرطه المحترمين، صدقوني ضباط الشرطه ولادكم هم اللي هيقفوا جنبكم وقت الجد، وامثال عمر هيكون مصيرهم الى السجون ومصيرهم الى محاكمات. كتير بيحاولوا يفهموكوا ان لو جه اي نظام تاني الضباط دي هتتحاسب، ولا الضباط هتتسرح، ولا مفيش حد في الدنيا يقدر يستغنى عن ضباطه، مفيش دوله ما فيهاش شرطه. بعدين احنا مالنا؟ هل قتلنا ولا سرقنا ولا نهبنا ولا خدنا فلوس وديناها في سويسرا ولا عندنا مليارات ولا لينا في الطور ولا في الطور؟ احنا ناس موظفين، احنا ناس موظفين بناخد مرتب عشان ننفذ القانون. يدخلونا احنا في مواجهه مع شعبنا واهلنا ليه؟ احنا مالنا؟ يحطونا في وش المدفع ليه؟ اللي سرق يتحاسب، اللي هرب فلوس بره ووداها سويسرا وعمل مليارات وملايين من دم الشعب ده هو اللي هيتحاسب. احنا مالناش في القصه دي، خصوصا احنا داخلين على فتره هتحدد مصير مصر. يعني هنستمر في الغلب ده اللي احنا جزء منه، ما احنا بنشربش من الحنفيات التانيه، احنا بنشرب من نفس الحنفيه اللي نازل منها سم هاري. احنا بناكل من نفس الزرع المتنيل ب60 نيلة. احنا مش عايشين في دنيا تانية. طب انا هروح فين؟ هعمل ايه؟ الناس دي طياراتها جاهزة، فلوسها جاهزة. طبعا هما فاهمين ان الفلوس دي هيقدروا يخلعوا بيها ابدا. فلوس كل مليم هيرجع تاني لشعب مصر. كل اي دولة هتخبي مليم في بنوكها هتبقى دولة عدوة لمصر. ارجو ان احنا ما يضحكش علينا اكتر من كده، وما نستغلش اكتر من كده ضد شعبنا، ضد اهلنا، وضد مصلحه بلدنا. خليهم هم اللي يزوروا، وخليهم هم اللي يتحملوا. احنا مالناش في القصه دي لا من قريب ولا من ولا نحاسب على فاتوره حد مجرم ابدا. بطمن الناس، المصريين بره مش هيسكتوا، وهيوصلوا كل جرائم دي لكل الناس. النظام مش محتاج فضائح، هو الناس كلها خلاص بقت عارفه انه مفضوح في كل حته، جرائم وسابقاه في كل ناحيه. لكن بقى الجديد ان احنا هنكلم الشعوب اللي بتدفع ضرائب، هنقول لهم ضرائبهم وفلوسهم دي بتروح فين، الصوره الدليل، عشان تعرف الانظمه اللي بتساعد هذا النظام هي بتساعد مين بالظبط، وبتساعده على ايه؟ بتساعده على القتل، التعذيب، والسرقه، والاضطهاد، وقتل المصريين،
ده مش هنسكت عنه أبدا. بطمن كل الناس المصريين بره عمرهم ما نسوا ملكنا، المصريين بره فخورين بكل شباب مصر، شباب 6 أبريل، شباب التغيير، شباب كفاية. كل شاب ينزل ويعرض نفسه للخطر علشان مستقبل بلده، عشان يحسن أوضاع بلده اللي بقت زي الزفت. كل الناس بتبصلكم بكل فخر. التغيير هيكون على ايديكم انتم، على ايدين الشباب اللي عايز يعيش عيشه افضل، واحنا وراك فيش كل اللي في ايدينا هنقدمه، لان ده دين في رقبتنا لمصر، ولازم كل واحد بره يقدم اللي يقدر.